أحبهم رسول الله. ودخل أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى حبيبه مسجى وكشف أبو بكر عن وجه رسول الله فرأى حبيبه محمدا ميتا فنزل وقبل جبهته وقال ونبياه وصفياه وخليلاه. قلبه يعتصر حزنا على رسول الله ثم قال طبت حيا وميتا يا رسول الله، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها. ثم غطى وجه حبيبه محمد وخرج أبو بكر ليعلم الأمة أن رسول الله قد مات. خرج أبو بكر والناس تنتظر كلمة أبي بكر، والناس تنتظر الخبر من أبي بكر، ماذا سيقول لهم؟ وهنا كان قد حصل أول خلاف في هذه الأمة. وهو في وفاة رسول الله، فإن قوما قالوا إن رسول الله لم يمت بل صعد كما صعد عيسى بن مريم. فخرج أبو بكر وعمر يقول إن رسول الله لم يمت، ليعودن رسول الله ولأفعلن كذا وكذا لمن يزعم أن رسول الله قد مات. لم يصدق بأن النبي قد مات. خرج أبو بكر فطلب من عمر أن لا يتكلم، فاستمر عمر في الكلام، فارتقى أبو بكر المنبر، فترك الناس عمر وأقبلوا على أبي بكر. ماذا سيقول؟ حمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه ثم قال: قال الله في القرآن إنك ميت وإنهم ميتون. وتلا لهم قول الله في القرآن: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فكأن الناس تسمع هذه الآية أول مرة. وعمر لما سمع الآية ما حملته رجلاه وعرف أن النبي قد مات، فسقط عمر على الأرض وعرف أن الرسول محمدا قد مات. وقال أبو بكر جملته المشهورة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات.
ومن كان يعبد رب محمد فإنه حي لا يموت. ثم حصل خلاف ثان، أين يدفن رسول الله؟ فمنهم من قال في مكة ففيها ولد وفيها بعث وفيها قبر جده إسماعيل، ومنهم من قال بل يدفن في بيت المقدس فإنها تربة الأنبياء، ومنهم من قال وهم أهل المدينة يدفن في المدينة فإليها قد هاجر، وإن أهلها أهل نصرته. وارتفع الخلاف مرة ثانية ببركة الصديق، قال لهم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الأنبياء يدفنون حيث يقبضون، فقبلوا روايته وأجمعوا على دفن النبي في حجرة عائشة. ثم بعد اتفاقهم على موت رسول الله وعلى موضع دفن رسول الله، أيصلى على رسول الله؟ وإن كان الجواب نعم، فكيف يصلى على رسول الله؟ فقال أبو بكر يصلى على رسول الله، وتدخلون أفواجا أفواجا. ولكنهم صلوا على رسولنا صلى الله عليه وسلم فرادا، ولم يصلى عليه صلاة الجنازة جماعة. ودفنوا رسول الله، ودفن النبي محمد، ودفن حبيب الله محمد. ماذا سيحصل بالأمة؟ ستضيع الأمة؟ مات أعظم قائد عرفه التاريخ، مات الذي خلق الله الدنيا لأجله، مات أبو القاسم محمد. ستضيع الأمة؟ كلا والله، فإن الله عصم الأمة بأبي بكر. مات رسول الله، من هو أول خليفة بعده؟ اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة، وذهب إليهم أبو بكر وعمر وجمع من المهاجرين، فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير. وهنا يظهر الصديق الثابت الذي مع أنه كان رقيق القلب لكنه ثابت في النوازل، وقال لهم إن الله تعالى قال في القرآن للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. قال أبو بكر فسمانا الله الصادقين، وقال لهم وأمر الله المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين، وتلا قول الله تعالى
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال لهم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخلافة من قريش. وقام عمر وقال: يا معشر الأنصار، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بتقديم أبي بكر وقدمه؟ أفتطيب أنفسكم أن تتقدموا أبا بكر؟ فقالوا: كلا والله. وقال عمر لأبي بكر: ابسط يدك، ابسط يدك لنبايعك. فمد أبو بكر يده فبايعه المهاجرون ثم الأنصار. وفي اليوم التالي حصلت البيعة العامة، فكان أبو بكر أول خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا سيفعل بجيش أسامة بن زيد؟ كان رسول الله قد عقد لواء لأسامة بن زيد وهيأ له جيشا ليذهب إلى الشام، ومات رسول الله، فأصر أبو بكر على إنفاذ الجيش، لكن البعض طلب من أبي بكر أن يبقي الجيش في المدينة، وقالوا لأبي بكر: إذا خرج الجيش لعل عدونا يهجم على المدينة. وأصر الصديق على إنفاذ الجيش وقال: لا والله، لا أحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان اختيار أبي بكر نعم الاختيار. ثم حكم أبو بكر سنتين وشيئا، وقاتل مانعي الزكاة وأهل الردة، وقاتل المشركين، وبعد سنتين تقريبا، وعندما صار عمره أبي بكر الصديق 63 عاما، مرض أبو بكر وقال لهم: إذا مت في هذه الليلة فادفنوني ولا تؤجلوني إلى الغد، فإن أحب الأيام إلي أقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومات أبو بكر الصديق، مات أبو بكر الصديق، مات العتيق، مات الرفيق، مات خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجزى الله الصديق عنا خير الجزاء، وجمعنا به في أعلى عليين. أحبهم رسول